خلاف فتبيه، وهنرجع تاني نكمل. سيادة الرئيس تكلفاته المواطن بناء الإنسان. تمام، يعني أنا خليني أبتدي من تكليف بناء الإنسان. أنا أعتقد دي كلمة يعني شاملة. نعم. وهروح بيها على طول للوزارة زي ما حضرتك تفضلت وقلت الوزراء وماذا ننتظر. إحنا يعني مع احترامي لزملائي إحنا لسه ما شفناش حاجة. يعني نعم. إحنا لسه منتظرين بيان رئيس الوزراء. نعم. يوم الاثنين. نعم. بعد البيان ده نقدر نقول بس ملامح. بس في تكليفات محددة. لا، التكليفات بشكل عام بالنسبة لنا كلها واضحة. كويس. التكليفات الرئيس واضحة. لكن هم هيعملوا. ولكن إيه؟ هم هيعملوا إيه بقى؟ ما ده البيان. وإلا يوم الاثنين الجلسة دي معمولة ليه؟ نعم. معمولة عشان هيتم قراءة هذا البيان وعمل لجنة للدراسة عشان يتفحص كل ما جاء في هذا البيان وعشان نحاسب بقى. نعم. يعني أنا الأوان إن يبقى في محاسبة. نعم. لأن إحنا في وضع يعني المواطن النهاردة في ظروف ضاغطة جدا جدا، وإحنا من الأولويات لو بنتكلم هو ضبط الأسواق، يعني بنتكلم في أسعار، يعني بنتكلم في تضخم. صحيح. يعني بنتكلم أمور كثيرة، تعليم، صحة، امور هتاخدنا. ما بتقطعش عندك ولا ايه؟ لا بتقطع بتقطع يعني الكهرباء على فكره ما هياش هي المشكله. المشكله مش هي المشكله الكهرباء. لا، مش هي المشكله، الناس متفهمه. الناس متفهمه، لان لما بنطلع نوضح للناس. نعم. ان في ظروف. نعم. خارجه عن الاراده سواء خارجيا او داخليا. نعم. بيتحمله، لكن في نفس الوقت عايز يشعر. نعم. ان الانسان له قيمه حقيقيه في مناحي اخرى. نعم. مش كل الامور في نفس الوقت بتسوق. ما. نعم. ينفعش. صحيح. يبقى ساء اسعار و و و و. نعم. يعني ومعاهم كهرباء. حلوا لنا حاجه يعني. يعني حلولنا لازم شوية. لازم يبقى في شغل. نعم. فانا بتصور ان بيان رئيس الوزراء ان شاء الله يوم الاثنين ده اللي هيدينا الملامح الحقيقيه لخطه العمل للفتره القادمه، اللي المفروض مننا احنا كاحزاب وسياسيين ومثقفين ونواب برلمان ان احنا نتفحص، نذاكر الكلام ده كويس عشان نقدر نحاسب. لان المواطن النهارده ما عادش النهارده هيتقبل من اي حد اي تفسير، لانه محتاج يشوف شغل على الارض. اللي هيحاسب النهارده البرلمان. امتى البرلمان يتحرك؟ يعني النهارده بلاقي طلبات